احنا في مصر هنا نعلم ايضا انها مباراه صعبه قدام منتخب سنغالي مليان نجوم ومليان محترفين ولاعبين كبار. كيف ينظر السنغاليين للمنتخب المصري؟ السنغاليين يروا انه فريق ان مصر ذهبت الى النهائي في بطوله الامم الافريقيه وكان امام السنغال، وانتم لديكم الكثير من النجوم الكبار، وبالفعل ايضا لديكم لديكم بطوله محليه قويه جدا، ولديكم فرق متميزة ذات مستوى رائع على المستوى الإفريقي وتضم الكثير من النجوم، ولديكم أصلا نجوم على المستوى الدولي والمحترفين. وإن تحدثنا عن المحترفين فسنتحدث عن محمد صلاح، فهو لاعب كبير جدا، ونحن نقول أنه ولد في قارة أفريقيا، قارة كرة القدم. نحن نعلم جيدا قدره، وأقول لكم أن مصر هو الفريق الأكثر فوزا وحصادا لكأس الأمم الأفريقية، وله مكانة عالمية، وهو فريق رائع جدا ونحن نعلم ذلك. بجانب محمد صلاح، شايف مين أبرز نجوم منتخب مصر اللي شفتهم في نهاية كأس الأمم الأفريقية؟ أنا أعتقد أنني أحببت كثيرا الحارس المرمى الذي قام بالتصدي للكثير من ضربات الجزاء، فأنا وأيضا أعجبت كثيرا باللاعب رقم 2 واللاعب رقم 17 الذي يلعب في أرسنال. سامحوني أنا لا أتذكر جيدا الأسماء، لكنني أقول لكم أنهم لاعبون رائعون، وأيضا أنهم كانوا لاعبين رائعين. سامحوني إن لم أتذكر الأسماء، لكنني أؤكد أنه فريق رائع، بالإضافة لهؤلاء النجوم وتواجدهم معهم فهم يزيدون من ثقله، وأؤكد لكم أنهم يعرفون بعضهم جيدا في الملعب ويحفظوا المراكز ويتبادلوا المراكز، ولديهم طاقة كبيرة. الأسماء اللي أنت ذكرتها بالأرقام، محمد أبو جبل حارس المرمى، ومحمد عبد المنعم المدافع، وعمرو السولية، ومحمد النني لاعب أرسنال، دول الأسماء اللي أنت ذكرت أرقامهم. بالفعل هؤلاء اللاعبون جذبوا نظري جذبوا انتباهي بطريقة شديدة جدا في بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون. أنا كنت أشاهد المباريات مباشرة، وشاهدت مباراة أمام كوت ديفوار، والتي وأنكم أيضا استطعتم الفوز على الدولة المنظمة، ولم تكن مباراة سهلة، وكانت نتيجة رائعة بالنسبة لكم، وأنتم تلعبوا بطريقة جماعية رائعة.